في الرجاله ما احلى حاجه في الرجاله. احلى حاجه في الرجاله اقول لك بعد التسجيل طبعا. الشخصيه احلى حاجه في الرجاله الراجل الشهم. احلى حاجه في الرجاله الرجوله بتاعتهم، يعني ان انا كل راجل زي ما قلت لك فيه ميزه وفيه عيب، بس الراجل الجدع دايما جدعانه. الراجل الراجل المصري عموما بيبقى مميز عن راجل تاني في العالم. ايه يا ابني انت متخلف ولا ايه؟ مش بنصور يا حبيبي. اكذب. الشهامه. قول عبد الله. لا طبعا كل حاجه حلوه في الرجاله. الثقه في النفس. سؤال ايه؟ يعني ولاد البلد لما بنبقى واقفين في شده صح. جدعنتهم الواقعيه. احلى حاجه في الرجاله انه بيسيف شويه فلوس. استنى افكر. ان هم ساعه الشده بيبقوا جنبنا والرجاله كلها يعني رجاله وواقعيه يا قلبي. سيبنا من الورا. خش انا شياكه حبيبي. انت ما بتتكلم على الشياكه ليه؟ احلى حاجه في الرجاله الجدعانه طبعا، و يعني الدم الحامي وكده. الراجل بيتابعه جميل من جوه. احلى حاجه في الرجاله ان هم في اي وقت الناس يعرفوا كل حاجه. احلى حاجه في الرجاله ان هم في اي وقت وواقفين جنب بعض، بس الرجاله اللي بجد التواضع بتاعهم فاهم، والحنيه كده، وتحس هم على وضعهم. الرجاله اللي قلبها على قلب بعض، اللي في وقت الشده ايد واحده مع بعض. حب الناس. حب الناس. الرجاله اللي ايد واحده طول عمرهم مع بعض.